هل صحيح أن المركبات الفضائية يمكنها الطيران بالقرب من الشمس؟ ولماذا تظهر بعض المباني على سطح القمر؟ كل تلك هي أسئلة كان من الصعب الإجابة عليها في السابق، ولكن الأقمار الصناعية الحديثة اليوم تساعد العلماء في الوصول إلى بعض الاستنتاجات التي سنتعرف عليها في هذه الحلقة. لذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. منذ حوالي سنتين اكتشف قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية جسما غريبا بالقرب من الشمس. إنه جسم مشابه لمركبة فضائية، وقد ظهر بالقرب من الشمس في نهاية أكتوبر من عام 2020. لغاية اليوم لم يتمكن العلماء من تحديد طبيعة ذلك الجسم، ولم يجد أي أحد تفسيرا لقدرته على التواجد على ذلك القرب من الشمس رغم درجة الحرارة المرتفعة. ربما يكون ذلك الجسم مجرد كتلة متطايرة من الشمس بسبب الانفجارات التي تحدث على السطح. في عام 2022 أيضا تم رصد صور غريبة بفضل قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية أثناء عملية مراقبة الشمس. كان ذلك الجسم قريبا جدا من الشمس، وهو أمر يعتبره المختصون في علم الفلك أمرا مستحيلا، لأن أي جسم مهما كانت طبيعته سيحترق هناك. ورغم أن بعض العلماء يرون أن ذلك الجسم ربما يكون خداعا بصريا أو مادة فضائية تستطيع مقاومة تلك الحرارة، إلا أن آخرين يعتقدون أنه مركبة فضائية، وذلك بسبب هندسته المتناسقة. وهنا لدينا جسم غريب للغاية تم رصده من طرف وكالة الفضاء الأمريكية أمام الشمس مباشرة. أكثر ما يثير الغرابة هو الشكل المربع لهذا الجسم، وحسب التسجيلات فإن الجسم مر أمام الشمس بسرعة فائقة، ولغاية اليوم لم يتوصل العلماء إلى أي استنتاج منطقي بخصوص طبيعته، وتشير بعض الفرضيات إلى أنه ربما يكون حطاما فضائيا أو مركبة فضائية ذات شكل فريد من نوعه. والآن سنلقي نظرة على حالة أخرى شاذة، تم رصد هذا الجسم الأسطواني الأبيض في ديسمبر من العام الماضي بواسطة قمر صناعي. إنه جسم فضائي غير معروف وسرعته هائلة جدا، ورغم أن شكله الهندسي مثير للدهشة، إلا أن ذلك ليس ما يدهش العلماء، بل إن ما يدهشهم هو عدم احتراق هذا الجسم رغم مروره بالقرب من الشمس. إضافة إلى ذلك فإن حجمه كبير جدا، مما ينفي فرضية كونه جزءا من قمر صناعي أو مسبار سبق وأن تحطم في الفضاء. الفارس الأسود. تم اكتشاف هذا الجسم الفضائي الغريب في نهاية القرن التاسع عشر من طرف نيكولا تسلا، ولكن أول دليل بصري على وجوده ظهر عام 1998، وذلك من خلال صور الأقمار الصناعية. اعتقد العلماء لفترة طويلة أن هذا الجسم الذي يحلق في مدار الأرض عبارة عن حطام فضائي، ولكن المختصين يؤكدون بأنه ليس كذلك، لأن عمره يصل إلى آلاف السنين، وقد اختفى هذا الجسم لعدة سنوات وعاد للظهور مجددا عام 2018، مما جعل العلماء يتجهون نحو فرضية مفادها أن الفارس الأسود هو قمر صناعي تابع لحضارة أجنبية ومهمته التجسس على كوكب الأرض. أرقام المريخ. لا يتم رصد الأشياء الغريبة بالقرب من الشمس أو مدار الأرض فقط، بل أيضا في الكواكب المجاورة. فمنذ حوالي 5 سنوات تم رصد هذا الجسم الغريب على سطح كوكب المريخ، ورغم أن الصور لا تكفي لتحديد طبيعته، إلا أن الواضح هو وجود رقم 5 على طرفه، ووجود حرف يشبه حرف الفي على طرفه الآخر. وفي حين يرى معظم الباحثين أن تلك الكتابات هي مجرد خداع بصري ناتج عن انخفاض جودة الصورة، إلا أن آخرين يرون أن تلك الكتابة متواجدة بالفعل، مما يجعل ذلك الجسم لغزا علميا مثيرا للاهتمام. أهرام القمر. حظي القمر باهتمام أكبر على مدار السنوات الماضية، والسبب في ذلك
هو أن دراسته أسهل من دراسة كواكب أخرى مثل المريخ. وأثناء مختلف الدراسات يكتشف العلماء مجموعة من الألغاز التي بقي بعضها بدون تفسير إلى غاية اليوم، ومن بينها هذا الهيكل الذي تم رصده أثناء مهمة أبولو 17. إنه هيكل ذو بنية أشبه ببنية الهرم، ولحد الآن لم يجد العلماء تفسيراً لتشكل هذا الهرم على سطح القمر. أهرام سيريس. لم يتم العثور على الهياكل المشابهة للأهرام على سطح القمر فقط، فمنذ بضعة سنوات تم رصد هيكل مماثل على سطح الكوكب القزم سيريس، وهو جزء من حزام كوكبي. يبلغ عرض ذلك الهرم 18 كيلومتراً وارتفاعه 6.3، وحسب العلماء فإن ذلك الهرم يمكن أن يكون عبارة عن بركان قديم تشكل على سطح الكوكب. ولكن هناك فرضية أخرى تقول بأنه عبارة عن هرم تم تشييده من طرف حضارة من خارج كوكب الأرض. الآثار القديمة. عند رؤية المزيد من الصور التي تم التقاطها لسطح القمر سنجد المزيد من الأسرار. ورغم رداءة جودة هذه الصورة، إلا أن الخطوط التي تظهر فيها تبدو مثل تلك الناتجة عن تواجد مبان أثرية قديمة في هذه المنطقة. ويعتقد العلماء أن الأقمار الصناعية قد نجحت في رصد آثار خلفتها حضارات أخرى عاشت قديما على سطح القمر. فما رأيكم أنتم؟ هل من الممكن أن حضارة متطورة قد عاشت هناك قديما؟ أم أنه مجرد خداع بصري؟ شاركونا برأيكم في التعليقات. والآن سنعود لكوكب الأرض، لأن المخلوقات الفضائية يمكن أن تكون قد وصلت إلى كوكبنا أيضا، إضافة إلى الأجسام الطائرة الغريبة التي يتم رصدها في بعض الأحيان. فقد رصدت الأقمار الصناعية أيضا جسما دائري الشكل بقطر يصل إلى حوالي 7 كيلومترات وسط البحر، على بعد حوالي 566 كيلومترا من ليما عاصمة بيرو. بدا ذلك الجسم بارزا للغاية، وحسب العلماء فمن الممكن أن يكون قد ظهر نتيجة لخطأ في قراءة البيانات. في بعض الأحيان تتم الاستعانة ببيانات من عدة مصادر لإنشاء خرائط لقاع البحر، وقد يؤدي خلل فيها إلى ظهور أجسام غريبة على تلك الخرائط. الجزيرة الدوارة. تم العثور على هذه الجزيرة الفريدة من نوعها في الأرجنتين عام 2016. حصلت الجزيرة على لقب جزيرة العين، وهي تدور باستمرار وسط المياه المحيطة بها. أما سبب دورانها فيعيده العلماء لتدفق غاز الميثان تحت الماء، مما يؤدي لتحريك الجزيرة. أما سبب حصولها على هذا الشكل فما زال مجهولا لغاية اليوم. ساحة أشتوجا. لابد وأن العديد منكم قد شاهد نقوش نازكا الجيوغليفية في بيرو، ولكن القليل شاهد نقوش ساحة أشتوجا في كازاخستان. تم اكتشاف هذه النقوش على الأرض عام 2017 بفضل صور تم التقاطها عن طريق قمر صناعي. إنها نقوش دائرية مرتبة بجانب بعضها البعض لرسم مربع بقطرين متقاطعين. يصل عرض المربع إلى 287 متراً، وذلك أطول من عرض قاعدة هرم خوفو. ورغم أن العلماء واثقون بأن هذه النقوش عمرها أكثر من 8000 عام، إلا أنه لا أحد يعرف سبب تواجدها هناك ومن قام بإنجازها. هناك أيضاً العديد من النقوش الجيوغليفية المنتشرة في الشرق الأوسط، والتي تمتد من المملكة العربية السعودية إلى سوريا، ومن الممكن ملاحظتها أثناء التواجد على متن الطائرة فقط. أضخم تلك النقوش تتواجد في الأردن، أما عددها فيصل إلى عدة آلاف. وحسب الخبراء فإن عمر تلك النقوش يتجاوز 2000 عام، ولكن الغرض منها غير مفهوم لغاية اليوم. ومن الممكن أن تلك النقوش تم استعمالها قديما لتوضيح حدود الأراضي أو لتحقيق بعض الأغراض العسكرية أو الزراعية، لا أحد يعرف الحقيقة. وسنختم هذه الحلقة بهذه الصورة التي التقطها قمر صناعي عام 2007
لبحيرة حمراء اللون بالقرب من العاصمة العراقية بغداد. وفقاً لبعض التقارير فإن البحيرة اكتسبت لونها بسبب وجود مذبح للحيوانات بالقرب منها، فالدماء تتدفق مباشرة من المذبح نحو البحيرة. ولكن بعض الباحثين قاموا بتحليل مياه البحيرة وأكدوا أن سبب حصولها على ذلك اللون هو بعض المواد العضوية التي تفرزها الطحالب التي تعيش في الماء. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.